السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف الفيوز. دلوقتي عندي conceptual view و engineering view. لو انا جيت عن engineering view هتلاقي الطاقة بدأت تشتغل معاك وبدأت تظهر حاجات مختلفة وبدأ يظهر الخطوط الكنترول بتاعتي وهكذا. طيب ممكن أضيف حاجة تانية؟ ممكن أقول له add وأقول له مثلا ده أنا هسميه مثلا بين. تمام، جاب بدأ يجيب لي المعلومات الخاصة بيه. هاجي هنا أقول له بين، أقول له أشوف الخصائص. دي الخصائص مثلا البريتنس اللي هي الإضاءة، الكونستراكت اللي هي الاختلاف بين الأبيض والأسود، تقدر تعدل فيهم زي ما أنت شايف. اللايت، السان كولر تظهر معاك ولا متظهرش. فيبقى عندي كذا نوع من أنواع الرؤية. في أي وقت أقول له أنا عايز أشوف مثلا الإنجينيرنج، عايز أشوف البيم وهكذا. ممكن تقول له هاي فيجواليتي كواليتي، عايز الكواليتي تبقى عالية ولا لأ. فده بيتبع برضه الأزرار تظهر معايا أو ما تظهرش. واير فريم تبقى بالشكل دوت. فيبقى في أي وقت أنا عايز أتفرج على الواير فريم أجيب الكونسبشوال، عايز أرجع للعادي هقول له إنجينيرنج، عايز أشوف الحاجة بالشكل دوت البيم. الشور سكاي عايز أشوفها ولا لأ. الأنيميشن، الرياليستيك تري لو في أشجار موجودة. سيرفيس ويستي، فيلد أوف فيو تقدر تقرب وتبعد من الشكل بتاعك. طيب عندي اكتر من فيو بحيث مش كل شويه تدخل تظبط الاعدادات، لا الاعدادات موجوده عندك جاهزه تقدر تختار منها.